السلام عليكم. قبل فترة نشرت مقطع قلت أني ما مسؤول عن الرحمة، الرحمة هي عايشة بدولة وأنا الدولة، هو صار حكي بالغلط. اليوم لهذا الموضوع أريد أخلي حد أدراويكم مفاجأة، بعد من وياي؟ هاي رحمة. زين هذا رحمة حبيبتي أختي وحبيبتي وحياتي. إحنا الآن اليوم ضيافته في فندق بابل بمناسبة مهرجان بابل. وإن شاء الله كل سنة يا رب تيجي وتحضر. حبيبي. ورحمة أختي دمي ولحمي وتبقى غصبا على اللي يرضى والما يرضى. حبيبي. تحياتي الجناب. فدوى.